ظهر أمر أحد الإخوة ويشتهرون بين الناس بالعلم ويحترف حرفة معالجة الناس بالقرآن، ولكن منذ فترة ليست بالكبيرة بدأوا يعالجون بواسطة الجن الذي يستعينون به في هذا الأمر، وقد تكلمت معهم في هذا الأمر وخطورته، ولكن هم مقتنعون جدا بذلك وينظرون له، يا سلام، ويحتجون بفتوى شيخ الإسلام في هذا الأمر الاستعانة بالجن. وطبعا أصبح المقابل المادي كبير، أو أصبح المقابل المادي كبيرا، والأمر له تفاصيل أخرى. أولا يعني لا أجيز أبدا مسألة الاستعانة بالجن لمعالجة المصروع، لا يجوز ذلك الأمر. شيخ الإسلام تيمية لم يجز هذا الأمر. نعم هناك بعض من فهم من كلام السلف جواز ذلك، كما فهم من كلام سعيد ابن المسيب ونحوه، ولكن الصحيح الذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بالجن. فكلام شيخ الإسلام ليس في جواز الاستعانة، ولكن في عدم جواز الاستعانة بالجن. ومجموع الفتاوى كلامه فيه أوضح من الشمس، فالأدري كيف فهم الأخ ذلك الأمر. وأفضل من هذا كله إن احنا نرفع السقف الإيماني لدى المريض، ويقوم المريض بمعالجة نفسه، أو يساعده من بجواره من ذوي قرابته، ده أفضل الأشياء. لكن الذي أسمعه إن أخ بيعالج مثلا، وبعدين يعني هو بقى على التليفون، إن مثلا البوك في فلوس وقع منهم، فيقول لهم خلاص أنا هخلي البوك ده ادخلوا البيت وهتلاقوه فوق السفون. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الأفند اللي بيعالج بيسخر الجن، بيسخر الجن لقضاء المصالح، بيسخر الجن لقضاء المصالح. الجن اللي هو متصل به يروح يدور على البوك بتاع الست، ويوم حاططه لهم فين؟ فوق السفون. فيقول لك ده الشيخ ده ما شاء الله شيخ كبير وسره باتع وحركته كبيرة، ويطلب في مقابل ذلك ماذا؟ المال العريض. ده بيحصل يا شيخ محمود؟ ايه؟ احيانا. ده جلبة، وهذا لا يجوز. لكن اذا كانت المسألة رقية شرعية، يقرأ القرآن ويحتسب ذلك عند الله،